عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن ديتاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية وتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضا الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضا تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا اللي دايما زي ما تعودتوا تشوفونا وتسمعونا في كل مكان، ودايما بنجيب لكم كل جديد. طبعا أي قبل ما نتكلم في أي حاجة حابب أرحب بزميلتي ندى الفقي. إزيك يا ندى؟ إزيك يا كريم وإزاي السادة المشاهدين. إحنا عندنا في حياتنا الرياضة نوعين، رياضة بتتقسم رياضة جمالية ورياضة نفسية، وإحنا الستات عموما لما بنيجي نتكلم عن جمالنا لازم تبقى مرتبط بنفسيتنا، فعشان كده النهارده معانا الكوتش. ازاي حضرتك؟ الكوتش يا هنا النمر. اهلا وسهلا بيكي. طبعا اخصائيه اعداد بدني وتاهيل رياضي ومؤسسه البرنامج الرياضي لتحدي العمر الزمني ورفع الثقافه الرياضيه لدى السيدات. اهلا وسهلا بيكم الساده المشاهدين، وان شاء الله نكون موفقين ونقدر نوصل لهم الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. طب احنا النهارده بقى يعني عندنا فقره مختلفه او حاجه جديده كده. طبعا هنقول ان عنوان حلقتنا النهارده ابدا بنفسك، بس ابدا بنفسك دي جديده النهارده. هنبدا بنفسنا في ايه بقى؟ ان احنا نظبط وزننا ونظبط حاجات كتيره جدا، تبقى نظام صحي في حياتنا كلها. خلي بالك انا ايه، هنط في نص الحلقه كده، او المفروض يعني في نص الكلام اللي احنا هنتكلم فيه، علشان بس مش عشان اشوقكم لكن عشان نقدر نفيدكم كويس قوي. في ناس بتوصل لمرحله الاحباط، مثلا ينزل الجيم شهر يلاقي نفسه ما عملش حاجه، يقف ويقرر انه ما يكملش ويرجع ياكل تاني كتير كده. انا اديتكم بس معلومه من ضمن المعلومات اللي هنقولها النهارده ومهمه جدا يعني. فاحنا خلونا الاول كده نبدا اول حاجه نتكلم عن بشكل عام ازاي نقدر نحافظ على وزننا. تمام. طبعا اهم حاجه لازم نفهمها قوي ان انا لما اخد القرار الرياضه لازم اعرف ان انا قدام مبدا. يعني اول مبدا الرياضه مش بس مجرد ان انا هشتغل عليها علشان اعمل نزول للوزن، لا، الرياضه مبدا حياه عشان اقدر احيا حياه صحيه. في كتير من الناس بيبداوا يخشوا في مرحله الاحباط لما بيبدا اول اسبوع او اتنين من الرياضه وما يجيبش نتيجه. خلينا الاول نفهمهم بتتم ازاي. الجسم فيه وقود الدهون الجلايكوجين السكر الزايد. طبعا كلنا عارفين ان احنا اصلا نص معلقه سكر تكفينا، بس طبعا كتير مننا بياخد 3 و4 معالق بالظبط، ففي سكر زايد. الجسم لما بيجي يحرق الوقود ده هياخد اني مخزن من الوقود اللي هيبدا يحرق منه؟ هياخد الاسهل. ما انت في فترات طويله احنا عايشينها مش لايف ستايل، لا بنعمل تمارين رياضيه وبناكل كربوهيدرات بشكل عالي، بنعمل وجبات متكرره على مدار اليوم، فاحنا اصلا عملنا مشاكل صحيه لنفسنا. طيب اللي بيخلي الجسم يبتدي يدخل على مركز الدهون على مخزن الدهون ويحرق ايه؟ الانسولين نتيجه العادات الخاطئه. يعني خلينا بقى كده نوضح اكتر. ماشي. يعني في تمارين ان احنا بنقول ان في نظام غذائي وفيه ولازم ممارسه للرياضه. تمام. طبعا فخلينا الاول بقى قبل ما نخش في الانسولين والقصص المهمه دي برضو قوي، نبدا الاول بالنظام الغذائي. ممكن ننظم حياتنا ازاي غذائيا؟
وده بيفرق من كل جسم وجسم ولا؟ بالظبط، ده بيفرق من جسم لجسم تاني حسب الوحدة التدريبية وحسب هو مجهود وعامل ازاي. يعني اجعل طعامك يوازن نشاطك، لازم يكون في نسبة وتناسب بين المجهود اللي أنا بعمله وبين اللي أنا بخرجه أو اللي أنا باكله. ما ينفعش أزود اللي داخل الجسم عن الطاقة اللي أنا بحرقها وبخرجها. ونرجع تاني لنفس الفكرة، لما باجي فترات طويلة بفضل ماشي على عادات غذائية خاطئة أو إن أنا ما بلعبش تمرين خالص، بيحصل الجسم عملية مقاومة. لا، وبتزيد طبعا في مقاومة، وبيحصل حاجة اسمها مقاومة الأنسولين. خلال فترة مقاومة الأنسولين الجسم بيبتدي ما يحرقش بالكفاءة الكاملة، ويبتدي الجسم يحصل له مقاومة. طبعا عايزين نبدأ الأول نصلح الخلل اللي حصل في الجسم، وبعد كده آجلا أو عاجلا الجسم هيبدأ معدل نزوله يزيد تاني. يبقى إذا وفي تمارين لازم يبقى إذا إحنا لازم نتفق على مبدأ إن الرياضة قرار، طالما أخدته لازم أكمل فيه، وركز على إن أنا بدأت الرياضة عشان الصحة، صحتي تكون افضل، فده هيكون بشكل تدريجي وما زهقش مع الوقت. مثلا طبعاً ان هو طبعاً في اسبوع ولا اتنين ان انا خلاص كده هنزل الوزن اللي انا عايزاه، هو اللي اتعمل في سنين هينزل بين عشيه وضحاها. بس طبيعي إيه؟ كل حاجه تاخد ستيب باي ستيب، هنزل بس هنزل بشكل تدريجي. ومشكله دلوقتي ان الناس بقت تستسهل وبتروح لعمليات التجميل، بتبقى اسهل لهم. يعني بيقول لك باخد الشيب على طول ومش بقعد وقت كبير. انا بصراحه مش من الناس اللي بترجح ده، لسبب صغير جدا. ازاي اكون بصحه كامله وادخل غرفه عمليات او اعرض نفسي لبنج وما الى ذلك؟ المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. احنا نقدر ننزل في الوزن عن طريق الرياضه وعن طريق تظبيط الاكل بتاعنا. خلاص طالما انا خدت القرار بتاعي وبدات اخش اللايف ستايل، انا هنزل واقدر اوصل للمستويات اللي انا محتاجها. بالظبط كده. هي في تمارين معينه بتخلص الجسم من مقاومه الانسولين؟ طبعا في تمارين بتخلص الجسم. لازم الوحده التدريبيه بيكون فيها مجموعه من التمارين، وخاصه تمارين المقاومه المركبه. تمارين المقاومه المركبه دي بتستهدف مجموعه من العضلات دي خلال وحده تدريبيه معينه. الوحده التدريبيه دي بتعتمد على زياده الاحمال وتكرارات باستمرار، ده هيساعدني بشكل تدريجي على مقاومه الانسولين وعلى سرعه الحرق. طب خلينا بقى نتكلم في حاجه مهمه جدا كتير مننا بتحصل له او بيوصل للمرحله دي، الشعور بالارهاق في النص. لما نوصل لمرحله ان احنا شعرنا بالارهاق ومش قادرين نعمل استمراريه او نحسن من ده، ممكن نتعامل ازاي في الوقت ده؟ تمام. طبعا في اسباب كتيره جدا بتخلينا نشعر بالارهاق، منها العادات الغذائيه السيئه او العادات الغذائيه الخاطئه اللي احنا مشينا عليها فترات كبيره من الزمن. طيب عشان نبدا ننظم ده ايه اللي هنعمله؟ هنبتدي نقلل الكربوهيدرات عشان نبدا نحصل على الطاقه. طبعا في كتير هيقول هو مش الكربوهيدرات مصدر للطاقه؟ مصدر مؤقت وبعد كده بيتلاشى. ما هرجع تاني، احنا بنتكلم على فكرة اللايف ستايل. لازم خلال فترة اللايف ستايل ابتدي اهتم بكل ما هو داخل جسمي، ابعد تماما عن السكريات بشتى انواعها، اهتم جدا في حاجة مهمة جدا والملح برضه صح؟ طبعا. وفي عنصر مهم جدا البوتاسيوم، الجسم بيحتاجه بنسبة عالية، لازم ادخله للجسم، وده موجود في الافوكادو، موجود في عين الجمل، في اكتر من حاجة. المغنيسيوم برضه محتاجين ان احنا نضيفه. البيض وجبة غذائية متكاملة، محتاج دي. كل دي حاجات لو بدات اخدها بشكل تدريجي هتساعدني ان انا هيقلل احساسي بالارهاق. طب انت ايه راي حضرتك في الناس اللي هي مثلا بتقيس السعرات الحراريه، مثلا اللي هي مثلا الاكله دي فيها كذا سعر حراري فانا جسمي النهارده مطلوب منه نسبه معينه عشان اكلها، يعني ده برضو ايه؟ هو حلو فكره ان انا اقيس السعرات الحراريه بتاعتي، بس في نقطه لازم ما اغفلهاش، لازم التدريب والنظام التغذيه بتاعي يكون مع متخصص. لسبب هو عارف، ما احنا هنرجع نقول فكره مقاومه الانسولين، لازم يكون مع متخصص عشان يحدد لي الوحده اللي انا همشي عليها خلال الفتره. الوحده التدريبيه او نظام التغذيه بياخد فتره شهر واثنين وثلاثه عشان ابدا اظبط الجسم من جوه، فكل حاجه محتاجه حد متخصص علشان يقدر يوصل للنتيجه اللي انت عايزاها. والفتنس دانس بقى انت ايه رايك فيه؟ انا بحس ان هو بيشجع الناس ان هم بتحس ان في طاقه كده، واصلا كده كل البنات بيحبوا الفتنس دانس. طبعا الزومبا زي البيلي دانس. الفيتنس دانس من الحاجات الحلوه جدا. افضل حاجه في الفيتنس دانس ان هو بيجمع بين الايروبيك وبين الدانس مع بعض. فكره جمع الايروبيك والدانس
بيعمل لي حاله نفسيه، بيخرج كميه التوتر. بالظبط، انا بعمل تكنيك التمرين وباثر على العضلات بتاعه الجسم وبعمل ويت لوس وفي نفس الوقت بعمل تقويه للعضلات وانا سعيده. أيوة. وانا انا بشتغل جدا في برنامج الماجيك بيل او برنامج تحدي العمر الزمني، من اساسيات تشغيله هو الفيتنس دانس، لان وخاصه الناس الاوفر ويت كمان بدخلها الفيتنس دانس. طب انا عايز اسال سؤال كده مهم، خلينا نعرف الجمهور الاول يعني ايه فيتنس دانس. فيتنس دانس هو الجمع بين التمارين على ايقاع، خلال من عن طريق ايقاع، يعني مع ميوزك. مع ميوزك بالظبط، خلال عدات معينه ماشيه مع الميوزك. ده عباره عن ان انا بجمع بين الايروبيك وبين بلف العالم، كاني بلف العالم كله في الساعه اللي احنا قاعدين. يعني احنا ممكن ندخل هيب هوب، ممكن ندخل صلصه، بشاطه، ندخل رقصات كتير جدا مدعمه بالفتنس، او الفتنس مدعم بالرقصات على صحه القول. يعني هو تقريبا المقصود من الموضوع ده انه انا ببذل مجهود او مثلا بوصل لوزن معين او بخس او بلعب رياضه بس بطريقه جديده او لذيذه، يعني. وانا مش واخد بالي وانا سعيد وانا حاسس ان انت بتتعلم حاجه جديده. مش بس كده، ده انا ببقى كمان كلاينت ببقى حريصه ان اجي الكلاس اللي بعده واللي بعده. نجاح المدرب انه يخلي الكلاينت بتاعته عايزه كل مره متشوقه ايه الجديد، التمرين اللي جاي ايه، لان انت مش محسسهم برتابه. لا، وكمان مخرج على فكره من اساسات الرياضه كمان الاحساس بالسعاده، فانت بتدعم شعورها بالسعاده. بالظبط، بدعم الطاقات. طيب ذكرتي كام مبادره كده قلتها لي، وانت من ضمن انت كنت بتتكلمي فقلتي في مبادرات انا قدمتها وعملتها، كلمينا بقى على المبادرات دي اكتر. تمام، في مبادره تحدي العمر الزمني، ودي اهم حاجه بقى. بالظبط، دي اللي كتير فعلا محتاج يعرفها. يعني مبادره تحدي العمر الزمني دي اللي انا فهمتها او اللي انا فهمته انه تقريبا تخص الناس اللي اعمارها كبار في السن، وطبعا دول بيبقى صعب شويه او بعضهم صعب شويه ان هو يمارس رياضه، لان هي مش لايف حياته، يعني ان هي مش ما مارسهاش قبل كده، يعني لا مش يعني. كمان عشان ما مارسهاش، في بعض الناس في الاعمار السنيه يعني الكبيره بيبقى عندها اصلا اعاقه، امراض ممكن ما يقدرش يمارس، او فيها شاشه في العظام. بالظبط، احنا بقى عايزين نعرف منك الموضوع ده بقى ايه بتوسع كده. تمام، مبادره تحدي العمر الزمني. الاول تحدي العمر الزمني ما بيخصش فئه عمريه معينه، في كل فئات عمري، لان انا لو استعديت له من مراحل عمريه في أوائل المراحل العمرية، في مرحلة العشرين من عمري أو الثلاثين من عمري، هيأهلني وهيجهزني للمراحل اللي بعد كده. يعني إيه تحدي عمري زمني؟ يعني أخد بالي من نفسي، أخد بالي من حالي، أركز كويس جدا على صحتي. بمعنى أدق، عندنا لازم أبدأ أشتغل على التمارين الرياضية، لازم أدعم الكتلة العضلية بتاعتي. ده بيبقى من خلال وحدة تدريبية بتراعي الغرض من التدريب، إيه هو؟ رفع الكفاءة الكتلة العضلية بتاعت الجسم، وده بيكون عن طريق التمرين بالاوزان بشكل تدريجي. كمان الرياضه مش بس كده، الرياضه بتدعمني، بتعمل لي على تقويه عضله القلب، بتظبط لي السكر في الدم. انا الرياضه بتعمل لي تظبيط عالي للسكر في الدم. احنا عندنا مرضى السكر من النوع الثاني جسمهم فيه انسولين، بس المستقبلات مش شايفاه، الرياضه تخليها تشوفه. ظبط الضخ، ظبط السكر، الضغط. مش بس كده، احنا عندنا حاجة مهمة جدا، تنشيط الدورة الدموية. دي معناها ايه؟ وصول الأكسجين لكل خلايا الجسم، وده في حد ذاته بيعمل على تنشيط الجسم وبيعمل إصلاح الخلايا. طب ويا ترى دي بتساعد ان في هشاشة العظام، ان هي ليها تأثير على هشاشة العظام؟ بالظبط، في حاجة انا لما بعمل بشتغل على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، ده هيساعدني بشكل تدريجي على ان المفاصل تبقى بقوة. يعني انا عندي دلوقتي وليكن مفصل الركبة، عندي عضلات محيطة بي أمامية وخلفية والكاف اللي هي السمان. لو أنا قويت المساعدين دول بالتدريج من كل مراحل عمري، أول ما أوصل لمرحلة عمرية أنا أحس إن أنا مش قادر أقف على رجلي فيها، لا هبقى قادر، لأن أنا مقوي المساعدين بتوعي. هشاشة العظام أنا أصلا دعم نفسي من الأول، بشتغل بلعب تمارين رياضية اسمه الانتظام في التمرين. الانتظام في التمرين إيه اللي هيعمله؟ الجسم فيه إجهاد معين، لما بيعمل ريكفري، الريكفري ده بيعمل ايه في الجسم؟ بيعمل بناء للخلايا، بيعمل عمليه اصلاح للخلايا. وخلال فتره الاعداد البدني اللي انا بشتغلها على نفسي والتمرين المنتظم، في نقطه ما بغفلهاش، هي طريقه التغذيه. اذا انا حاطه نفسي وصحتي كلها جوه كنترول. بالظبط كده،
في عنصر مهم جدا لازم يتضاف في برنامج تحدي العمر الزمني، هو عنصر المرونة. دايما لازم نشتغل على عنصر المرونة، في دايما لازم نفهم ونعرف ان اللي ما بنستخدمهوش بنفقده. يعني لو ما اشتغلتش على مرونة الجسم بكفاءة هفقد العنصر ده، وده هيأثر عليا مع الكبر بالطبع. فإذا كل حاجة بعملها على نفسي من وأنا صغير أو من وأنا في عمر الثلاثين أو الخمسين هيديني نتيجة على طول. بلس لازم في نقطة ما نخفلهاش أبدا، هي الناحية النفسية. بمعنى أنا خلال تحدي عمر الزمني بعمل إيه؟ واخد بالي من نفسي، يعني حاطت نفسي أندر كنترول. ده هيعمل لي إحساس بالسعادة، عشان أنا أولا الرياضة بتفرز لي بتديني إحساس بالسعادة، كمان أنا واثق في نفسي وصحتي كويسة جدا، بتنفس كويس، باصص في مرايتي جسمي بينزل بشكل منتظم، ده بيديني إحساس بالسعادة وبيأثر على نفسيتي وهيأثر على رؤيتي شخصيا لنفسي من الداخل. فإذا تحدي العمر الزمني تحدي نفسي وتحدي قوة عضلية وتحدي قوة عضلة القلب، ضبط السكر، الضغط، بيشتغل على كل الجسم. لازم نحيا حياة صحية باستمرار، هو ده لازم يبقى هدفنا ان شاء الله. يا ريت يبقى في توعيه كتيره لكده بالظبط، عشان الناس يعني تبتدي بدري. بالظبط، هو دايما بيقول لك برضو العقل السليم في الجسم السليم. بس هو طبعا احنا هنطلع فاصل بسيط بس ونرجع لكم تاني، معانا معلومات اكتر واكتر، استنونا بعد الفاصل. موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن دي تاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية، واتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية، فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضاً الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضاً تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. رجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، ولسه معانا ضيفه حلقتنا كابتن هنا النمر. عايزين نسال حضرتك، يا ترى الميه والليمون بتساعد في حرق الدهون ولا دي اشاعه؟ تمام، الميه والليمون، الليمون اولا من المركبات الحمضيه المهمه جدا جدا ومفيده جدا. طبعا في فتره كورونا ربنا يعفو عنا جميعا لازم نتكلم على فيتامين سي. بالظبط، الميه بالليمون دي من اهم عناصر فيتامين سي، بس لازم ناخد في الاعتبار تعرض فيتامين سي للحراره بيفقدوا خواصه، يبقى لازم ما نشربش الليمون مغلي. كمان انا دلوقتي لازم تشربه عريق كمان مغلي، مش صح ان انا اشربه ما انا خلاص انا فقدت خواصه. يعني انا عايزه فيتامين سي. كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نفقد خواصه وما باخدش فيتامين سي وانا معتقد ان انا واخده، لما بخلطه بالسكر ايه اللي بيحصل؟ الاثنين، اولا هو سعراته قليله، اخلطه بالسكر كمان ده غلط. بس في ناس بيحطوا عسل، معلقه عسل تمام، بس فكره كمان السكر بشكل خاص اللي انا عارفه ان كتير بيدفوه ده بالصح تماما، بيحصل الاتي: خواص الليمون مع الشوجر الاثنين متشابهين مع بعض، فبيبتدي الجسم يمتص الاول السكر. فانت تبقي معتقده انا واخده فيتامين سي واعطيت ولادي فيتامين سي وهم ما اخدوش، لان انت اديتيهم اصلا سكريات ما اديتهمش فيتامين سي. اذا عايزه فيتامين سي باخده ميه عاديه خالص من غير سكر. بالنسبه بقى فكرته ان هو مع الحرق،
فيتامين الليمون من ضمن الحاجات اللي مش ممكن نغفل ان هي بترفع المناعه بتاعه الجسم، مش ممكن نغفل كمان ان هو بيحفز الجسم عمليه الايض اللي هو بيدخل في بيعلي عمليه الحرق بتاعه الجسم بيزودها. غني بالالياف جدا، الالياف دي بتدي شعور بالشبع وبتدي قفل يعني احساس ان الشهيه مش عايزه تاكلي بشكل مستمر. في ناس ما عندها مشكله في شرب الميه، ما بيحبوش يشربوا الميه، فانت نكهت لهم الميه. طب في سؤال كده عن تاري جالي، الميه السخنه على الريق الصبح هل دي ليها دور في حرق الدهون؟ بتسيح الدهون. مش احنا عندنا يعني اصلا هو فكره الميه بليمون، يعني رغم ان احنا قلنا الليمون هو بيعلي الايض والكلام ده كله، بس في نقطه، هو مش الحل السحري ده جنب التمرين وجنب نظام التغذيه اللي احنا هنمشي عليه، دي حاجات مهمه جدا. حوار ان اشرب ميه سخنه على الريق والكلام ده كله، الميه مفيده لخواصها اللي هو وجعلنا من ماء كل شيء حي، خلاف كده لا، الميه كويسه ان هي بتديني احساس بالشبع لو اكلتها لو شربتها قبل الاكل كوبايتين ثلاثه، لكن كحرق ان هي تساعدني في النزول بشكل غير مباشر، انها بتملى المعده، بس هي ليها فوائد كتير، لكن هي في حالها كحد ذاتها ان هي بتعمل نزول الوزن لا طبعا. طب في ناس بقى اللي هي وزنها فوق ال 120 و 100 كيلو، الناس دي بتقول لك انا اخاف العب رياضه، اتعب، ارهق، ما اقدرش العب، فمثلا يحصل لي مشكله صحيه او حاجه. فهنا عايزين نعرف هل فعلا يقدروا يمارسوا رياضه؟ اي حد يقدر يمارس رياضه طالما مع متخصص، بمعنى ادق الناس دي لازم يبقى او الاوفر ويت، وصلت للاوفر ويت ازاي؟ ممكن يكون لسبب صحي او ممكن تكون خاطئه بالظبط، ما اخدتش قرار ان هي لسه هتاخد بالها من نفسها، او ليه اكتر من سبب. لو جينا للجزء اللي هو خاص بالغده الدرقيه ده تدخل طبي بحت. طب لو جينا الفكره كلها ان هو تكاسل وما الى ذلك، هتبدا تشتغل على التمرين خلال الوحده التدريبيه بتاعتها، جسمها كله في وضع خمول وكسل تام، فلازم نعمل الارم. يعني ايه الارم؟ لازم تشتغل ضمن وحده تدريبيه تدريجيه، براعي ان هي في مرحله خمول، وبراعي خلال الوحده التدريبيه بتاعتها الوزن بتاعها والحاله الصحيه اللي هي فيها. فهي عايزه وحده تدريبيه متدرجه، في حاجات لازم تبعد عنها تماما، الجامبنج بشتى انواعه ما ينفعش تشتغل عليه، لازم تشتغل على المارش باستمرار، لازم تشتغل على التمارين اللي ما فيهاش جهد على المفصل، وده طبعا بيكون مع متخصص ضمن وحده تدريبيه. هي اهم حاجه التخصص، يعني بالزبط. لازم تبقى اي حد طبعاً. جسمه غير التاني، فلازم يبقى معاك متخصص يقول لك انت عايز ايه، هيقلل او الرياضه اللي انت هتعمله هيخليه باقل مجهود يوصل لاعلى نتيجه هو محتاجها. ولازم ما نغفلش الجانب الغذائي طبعا، ده هيكون معاه وحده غذائيه هتبتدي ان هي تمشي عليها وفقا لعادتها. يعني ايه وفقا لعادتها؟ كل حاجه بنعملها ستيب باي ستيب، ما ينفعش حد بياكل بشراهه نقول له لا هنوقف كربوهيدرات هنوقف سكريات، لا ممكن نقلل، هنقلل وبالتدريج، ما احنا هنخليها تدخل للرياضه لايف ستايل، مش لا انا مش اللي هي عشان تنزل وزن وبعد كده لا، ما كمان في تثبيت للوزن وفي تقويه للعضله وفي محافظه على العضله وفي بقى خلاص زي ما قلنا فوائد الرياضه، في حاجه اسمها بيدي نضاره للبشره نفسها والضغط والسكر وكل ما الى ذلك. خلاص احنا ما وقفناش ان الرياضه رحله نجاح مش محطه بتقف عند الويت لوس بالظبط كده. طب في بقى سؤال مهم جدا، في ناس بتقول لك او بتتكلم بشكل عام او بتسال بتقول انه انا دلوقتي ليه دايما اللي بيلعب رياضه من صغره بيستمر عليها لما بيكبر بيبقى بالنسبه له الامر طبيعي، لكن انا بقى ما لعبتش وانا صغير والعمر تقدم بيا وهكذا، فانا مش هقدر العب او خايف ابدا امارس، ما الممارسه دي مش هتعمل معايا حاجه، ده ننصحه بايه؟ وهل النظريه دي صح ولا غلط؟ تمام، مفيش حاجه اسمها لا النظريه طبعا غلط، ومفيش حاجه اسمها عمر الرياضه، احنا لسه بنتكلم تحدي عمر زمني لحد المرحله العمريه اللي انا فيها اعرف اتمرن. كل اللي انت هتعمله وانت واقف على رجلك هتيجي في فتره من مراحل عمريه احنا اللي هندي جسمنا، مش هو اللي هيدينا، لان احنا عملنا له اعداد بدني عام وخاص بشكل كويس. انا خايف العب رياضه، ببتدي ان انا اخد القرار، وده دورنا ان احنا بنرفع الثقافه الرياضيه، نقول لهم ما تقلقوش
اشتغلوا بس مع متخصصين بحيث ان هو يشتغل لك بوحده تدريبيه منتظمه توصلك للغرض من التدريب وتبعدك تماما عن الاصابات. ده بيجي لهم لما بيشتغلوا مع غير متخصصين لانهم بيتعرضوا للاصابات، فبيحس ان انا لعبت رياضه وحصل لي اصابه. لا، انت حصل لك اصابه لاما انك اشتغلت مع نفسك وانت مش فاهم تشتغل ازاي، او اشتغلت مع حد مش متخصص. يعني الناس لو جت مثلا حد جاب فيديو على اليوتيوب وقال لك هعمل زيه، مكسل بقى انزل الجيم، او مثلا معهوش اللي هو فلوس الجيم، فده برضو صح ولا لا؟ بصي، عايز يشتغل بالفيديوز والكلام ده يشتغل بيجنر. يعني ايه بيجنر؟ يشتغل الحاجات الاساسيه، البيزك الاساسي. وبعدين الرياضه اصلا حاليا دلوقتي الامر مش مكلف، خلينا نتفق على المبدا بالتدريج. واحنا كبني ادمين عامه لما بنعوز نعمل حاجه بنعملها. يعني كسيدات لو حبينا نعمل قسم كده خاص للرياضه لنفسنا هنعمل، هنوفر وقت وهنوفر ماده وهنوفر كل حاجه. فما فيش حاجه اسمها كده هبدا خلاص انا مضطر ان انا ابدا من البيت، هبدا فيديو فور بيجنر بس، مش هحاول اعمل اي تمارين مركبه، مش هحاول اعمل اي تمارين بتخص المفاصل، هشتغل كلها تمارين خفيفه جدا. يعني احنا المفروض نشتغل تمارين ونشتغل على نفسنا طبعا. واهم حاجه ان انت مهما كان سنك ومهما كان وزنك دايما ابدا بنفسك ومارس الرياضه من اي وقت ومن اي مكان ومن اي عمر او زمن، مفيش خالص مشكله. طبعا احنا النهارده يا رب نكون فدناكم. وقبل ما ننهي حلقتنا النهارده حابب طبعا اشكر كابتن هنا النمر. شكرا جزيلا وشكرا للساده المشاهدين. وعايزه بس اقول لهم كلمه اخيره، لو انت عشان ما تحسيش بالاحباط عايزه تفهمي ان انت ماشيه مظبوط ماشيه صح، حصل تقليل في الشهيه بتاعتك وزياده في الطاقه، keep going، انت ماشيه مظبوط. كل الفكره ان انت محتاجه وقت فقط لنزولك، او ان الجسم يبتدي يدخل على المخازن ويحصل اصلاح للمفتاح اللي هو الانسولين. حسيتي ان لا شهيتك بتزيد وما عندكيش طاقه، ستوب، في مشكله في الوحده التدريبيه اللي انت ماشيه عليها، وفي مشكله في البرنامج الغذائي، فارجعي للمتخصص تاني وهو يبدا يعمل لك تعديل. موفقين جميعا. يا ريت كلنا نكون خدنا النهارده بالنصايح، وان شاء الله نقابلكم في حلقه جديده.